호비야, 밥 먹을까? 호비야, 호비야, 밥? 밥 먹을까? 밥? 호비야, 밥? 밥 먹을까? 밥? 호비야, 밥? 밥 먹을까? 밥? 밥? 밥 먹을까? 밥? 밥 먹을까? 호비야, 밥 먹을까? 밥 먹을까? 호비야, 밥 먹을까? 밥 먹을까? 밥 먹을까? 오랜만입니다. 라이브야? 오랜만입니다. 라이브 아니야. 뭐야? 영상. 아, 언제 찍는 거야? 영상. 유튜브? 유튜브 올리려고. 야, 물 여기까지 왔어. 씨. 아들리 플라스틱 على شعري لانه شعري كثير 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 تضرر كثير تضرر كثير تضرر كثير تضرر فقال لي ميسو شعرك تضرر وانتم بتعرفون انه هذا الاوبا هو اللي كنت بسوي شعرته عندي قبل ما اروح للمغرب قال لي ميسو ايش مسوي لشعرك صار بيصرخ علي تعبت صار لي ساعتين وانا هون ولسه ما كملت المرحلة الثانية حبيت شعراتي حبايبي شوفوا حبيت شعراتي كتير 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 اللون عجبني لا استنوا استنوا ايش من مومي طرطمي ده استني حبيت شعراتي كتير استنوا خلونا نصور راسنا خلونا نصور حالتنا حبيت شعراتي كتير حبايبي حبيت اللون المومي علينا خلوني اروح للبيت الله ياخذك يا انسنسير ما تخليوا الواحد يصور بخاطره اف خلوني اروح للبيت جيت اشتري كونسيلر لانه ما عندي بس لما بجي لهيك اماكن دائما يضيع فلوسي دائما بشتري كتير اشياء بس هالمره راح اشتري فقط كونسيلر واروح لحالي ميسو سو حبايبي مثل ما عم تشوفونا وصلت للبيت اسفه لانه هو بي جالس عم ياكل في رجلي المهم حبيبي انا وصلت للبيت هو بي اشتقت له اشتقت له اشتقت له يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي انا اليوم اشتقت له كثير جالس عم يبوش فيني يا اختي يا اختي يا اختي الكبيدة ديالك كبيدة الكبيدة الكبيدة ديال اش قلت لك على اريرون اريرون المهم حبايبي فانا وصلت للبيت واليوم هو تكملة البارت الرابع مع رحلتي انا وهند مين متحمس المهم شوفوا حبايبي البارت الرابع فقط فقرة صغيرة مشان اقول لكم البارت الخامس مشان احمسكم للبارت الخامس الفقرة هاي راح اتكلم عن التياتشول مشان اللي بده يجي على كوريا شو هاي من اللي بده يجي على كوريا
لازم يحمي نفسه من الصبواي، لازم يحمي نفسه من الصبواي. شوفوا حبايبي، اذا بتيجون على كوريا راح تلاقوا شيئين راح ينرفزوكم، راح ينرفزوكم. اول شيء راح يكون هوبي هوبي، وراح راح يبول في المكان تبعه. اوه تهرسة، تنتبهوا عليهم لما تيجون على كوريا. اول شيء هوبي، هوبي راه لازم تنتبهوا منه. ثاني شيء واللي هو الصبواي، الصبواي ليش لازم تنتبهوا منه؟ لانه في الصبواي بيكونوا الاجمات والاجشين. الاجمات والاجشين شو معناها؟ الاجمات هم السيدات الكبار في العمر، والاجشين هم الرجال الكبار في العمر. لانهم في الصبواي الأولاد الصغار مثل يعني اللي بالعمر العشرينيات والثلاثينيات بيحترمون القانون، بيحترمون إنهم لما بنكونوا جالس عم أحكي. ليش جالس عم جالس عم أحكي؟ شو ما رح أعطي؟ ما في أكل ولا أكل، جالس عم ينتظر الأكل. المهم فالأجشين والأجمات، فالناس اللي في العمر تبعنا بيحترمون النظام. يعني لما بيوصل السبوي، لما بيوصل السبوي بنضل نستنى لين الناس تنزل من السبوي، بعدين احنا نطلع في السبوي. بس الأجشين والأجماوات هم ما عندهم لا قانون الانتظار ولا قانون الانتظارة. يوصل السبوي بيضربوكم بالكتف لين تدخون للجهة الثانية، لين يعني موتوا ولا ما تموتون، وبيدخلون للصبواي مشان يلاقون مكان يجلسون فيه. والمشكلة انه في الصبواي في كوريا في مكان مخصص للناس الكبار يجلسون فيه. يعني حتى لو دخلتي الصبواي ولقيتي يعني الصبواي عامر بالناس، يعني فيه كتير ناس، في مكان مخصص للناس الكبار، يعني ما راح تلاقوا مشكلة يا ناس الكبار. بس بيضلوا يدفعوكم وبيدخلوا. المهم فهذا اول شيء. ثاني شيء الاجموات في الصبواي لما بيشوفوا اجنبيه، لما بيشوفوا اجنبي او اجنبيه. المهم بالنسبه لي حادثه انا طرات لي، حادثه طرات لي انا وهند في كوريا، لما بيشوفوكم في الصبواي، يعني انا جالسه في الصبواي، انا يعني مش جالسه، انا واقفه في الصبواي جالسه يعني واقفه، والاجمه جالسه، فالاجمه بتشوفيني، انا بشوف الاجمه، يعني جات عيني في عينها والاجمه لساتها بتشوفيني، وانا يعني ماسكه يعني هون مشان ما اطيح، ولساتني بشوف الاجمه، والاجمه لساتها بتشوفيني. وبعدين انا حشمت وخجلت وصرت ما اشوف فيها. ميسو المهم ما علينا، يعني انا خجلت، يعني هي بتشوف فيني وانا بشوف فيها هيك وهي بتشوف فيني هيك. يعني تخيلوا الموقف، يعني انا واقفه ماسكه هيك وهي جالسه بتطلع فيني هيك وانا بشوف فيها هيك وانا بتطلع فيها هيك وهي بتطلع فيني هيك وانا بشوف فيها هيك. فالمهم بعدين بسمع صوت بتقول انتي من وين؟ انا بقول لها انا من المغرب، والمغرب باللغه الكوريه هو موروكو، بس في مدينه من نواحي فرنسا اسمها موناكو. فانا بقول لها موروكو، هي بتقولي موناكو، فانا اقول لها لا موروكو. موناكو يا سيدتي، موروكو موناكو، لا موروكو. موروكو هو دوله من افريقيا. افريقيا، بس ليش انت بيضاء مو سوداء؟ فقلت لها لا، المغرب هو بلد مختلط، يعني في ناس من جميع أنحاء العالم مختلطين وهيك وهيك، مو يعني شرحت لها وهيك. فبعدين قالت لي أوكي أوكي أوكي. فبعدين صارت بتطلع فيني وتقترب مني، بتقترب مني، بتقترب مني، بتقترب مني. فبعدين أنا ببعد منها، ببعد منها. بعدين قالت لي، شافت لي في رموشي. المهم رموشي يعني زمان كانوا كتار، الحين طاحوا ما ضل لا رموش ولا شيء. قالت لي هذوك رموشك ولا مركباهم؟ ومسكتهم، يعني مع السؤال مع انها تمسكهم. لا انت خذيهم وقطعيهم وحطيهم عندك في 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 شكارتك او في حقيبتك، وروحي معاه البيت وحطيهم ديكور عندك، انت احسن.
يعني مسكتهم وقالت لي هادو حقيقيين ولا مزيفين؟ فانا قلت لها رموشي رموشي رموشي، فصارت بتضحك قالت لي حقيقيين، قلت لها لا يا حبيبتي. يعني شو هذا؟ يعني الاجمات هون مدري الاجمات كلهم هيك او فقط هذيك الاجمه؟ مدري الاجمات كلهم نفس يعني الشخصيه تبع هذيك الاجمه او فقط هذيك الاجمه؟ يعني ما راح انسى هالموقف يعني صار لي، يعني اخذت رموشي ومسكتهم هيك، وبتذكر اني اخذت رموشتين من رموشتين من رموشي. المهم بتذكر وقلت لها اخذت رموشتين من رموشي راح انتقم. فهي لما شافتهم قالت لي او اسمحي لي، زي ما قلت لها اسمحي لي بسويها في جيبي، بحطها في جيبي هالرموشتين، راح شو راح اسوي لهم يعني؟ ولحد الان المكان تبع هذوك الرموشتين ضل فارغ، لحد الان ضل فارغ يعني. ومن هذاك اليوم ضربتني بعين، يعني راح اقول لكم كانها ضربتني بعين، ما اقدر يعني. من هذاك اليوم رموشي صاروا بيتساقطون يا اخوي يا اخوي. المهم ما علينا، يعني صراحة ما اقدر اني يعني انسى هذاك الموقف، ما راح اقدر اني انسى هذاك الموقف تبع هذيك الاجمة. فاذا اجيتوا على كوريا انتبهوا من الاجمات هون في كوريا. ما راح اظن ما راح كلهم راح يعني يشوفوكم يمسكون رموشكم او يعني بس في بعض الاجمات يعني اذا مثلا شافوكم يعني شافوا مثلا وشكم غريب او السكن تبعكم غريبه يمكن يقدرون يجون عندكم يعني ويلمسوكم مثلا، لانه انا شفت كثير قصص هيك. بس انا كان عندي هيك قصه تبع الرموش والمغرب، يعني انت من المغرب انت سوداء فقط. المهم هذه كانت من المغامرات مع هند صديقتي في كوريا. في كتير 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 مغامرات صارت لي. المهم بخليها لكم دائما، بحاول كل مرة بحكي شوي 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 في الفيديوهات القادمة، يعني أخليكم متشوقين وهيك وهيك. أوكي، فأخليكم اليوم روحوا ناموا، يمكن عندكم صبح ولا ليل، إحنا عندنا ليل. أنا راح أروح أنام، المجنون هذا كمان لازم يروح ينام، وأشوفكم بكرة في فيديو جديد قادم إن شاء الله. مع السلامة.